هذا فريماتي ما صمون قاعد اشتغل فريما صمون اودي صمون المطاعم بس هاي. عيشتك سؤال، عيشتك شلها علاقه بالرون؟ جاوب. منين افوت لعب؟ منين تفوت لعب سيدي؟ سيدي فيما يخص هذا الطريق الاخ هنا مدي يقول انا منين اجي؟ لا لا رون سايد من هناك. انت ايش قلت؟ نعيد الحكي. مو ذا افتر من هناك تصير بعيده علي تقول مطاعم. ها تصير بعيده عليك. اي والله بالرون ذا بعيد. تمشي بالرون؟ لا ما امشي بالرون، وقتي اغلاف غلاف هذا، بس افتر منك افتر منك صار. مو على مودي. هسه انت من على مودي. رحم الله والديك. جزاك الله خير. اذا صار حادث ابسط شيء، اذا صار حادث بسيط ما نقول لا سمح الله وفق. الصوت صوتك لان انت جاي تمشي بالرون، انت الغلطان، حتى لو ذاك مثل كاسر عليك. هاي سلامتك، وهاي اول شيء قواعد السير والمرور. اغلب الدراجات اصحاب الدراجات على عيننا وعلى راسنا، واجبنا خدمتكم، لكن بنفس الوقت واجبكم تطبقون القانون والساعدون. مثل ما تريد من يمنا، احنا هم نريد من يمنا. مخالفه علينا. عكس الاتجاه من قبل اصحاب الدراجه نقول لكونها صغيره وبالامكان. مقدمات الامانه انا اعتبرها جريمه. عكس السير جريمه. نعم. هي وضرب الاشاره و... ان عندنا ثلاث مخالفات يعني ترتقي للمستوى الجريمه. شنو اجراءاتنا؟ لا الحجز هسه الدراسه ان شاء الله هو والاخ بالحجز. طبعا. هو يعرف بقيه الاجراءات هو يدربها. نصيحتك الى نفسك والى اخوانك ساعتين. نروح ونفطر منك ان شاء الله. لا انت ما راح تروح، راح نحجزك. لا. نصيحتك الى نفسك والى اخوانك ساقي الدراجات. بس خلينا نروح لين هسه تقول لي اول نصيحتك، هسه انت غير تستفاد مني. نصيحتي بارك الله بكم على نصيحتي. لا ما اريد تمدحنا، اشكرك. انا اريد تعرف هي شنو النصيحه تقدمها لنفسك. النصيحه ما فطرون سايد بعد. ليش؟ لان خطره علي. ربي يحفظك، وانت اكيد عندك عائله، واحنا واجبنا هو خدمتكم. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. الله يبارك فيك.